معي الآن على المباشر سيد سليمان سعداوي النائب البرلماني. مرحبا بك سيد سليمان. الله يعزكم. أنت تسمعني سيد سعداوي؟ راني نسمع، قلت لك الله يعزكم. مرحبا بك سيد سليمان، أنت على المباشر في قناة الحياة. نناقش اليوم يعني إضراب المحامين الذين هم ناقبون كما يقولون على البرلمان الذي صادق على قانون المالية لسنة 2020، معتبرين إياه بأنه فرض الكثير من الرسوم والضرائب على المحامين وعلى غير المحامين هنا. طيب سؤال هنا، هل فعلا هذا القانون قانون مجحف في حق المحامين وفي حق المواطن وفي حق أيضا الموظفين والعمال الآخرين سيد سليمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. درك ودرك هذه ما نهضروا عليها كمسألة اقتصادية ولا كمسألة سياسية ولا كمسألة اجتماعية. عالجها كما تريد. إذا هي مسألة اجتماعية هما يخضعون للسياسة الذي يخضعون لها كل العالم، معنا بما فيها الطبقة الشغيلة اللي ما عندهاش الكتاف. واللي هو غريب في الامر هما يقولوا باللي صرا بعض الحيله في اللونغاج في الاجتماع الذي تم بين اعضاء من اللجنه الماليه وممثلين عن المحاماه والنوتار اللي هما الموثقين، كان ابدوا القبول في صيغه معينه. من بعد المحامين يقولوا باللي حنايا غرر بنا، وبالتالي أن هذه الرسوم لا نستطيع تحملها وهي إجحاف. كلمة إجحاف احنا ما نقبلوها لا على المحامين ولا على القضاة ولا على الطبقة الشغيلة. الإجحاف معناه ظلم. إذا هم مظلومين راني معاهم، ولكن من المقابل بما فيها البرلمانيين والمحامين والناس اللي عندهم المهن الحرة ويدخلوا دراهم بزاف، لازم يتم اقتطاع معتبر باش يمكن للدولة أنها تراعي أحوال الطبقة الشغيلة بما فيها البطالين. ولكن سيد سليمان عليهم الخير بما فيهم أصحاب الثروة. سيد سليمان، إذا الأصل في القضية هما انهم ناقشوا مع لجنه الماليه، وهذا الذي بلغ الى علمنا حينما ناقشنا القانون. اليوم راهم يقولوا باللي غرر بنا. اذا هما مظلومين صح، ولكن لازم نفركتوا حقيقه واش يدخلوا واش يخرجوا باش نعرفوا. تقصد يجب عليهم التصريح بالممتلكات هكذا سيد سليمان؟ احنا قبلنا الثروة علينا وعلى غيرنا. وقبلنا الاقتطاع علينا وعلى غيرنا. ولكن الظلم ربي ما يقبلهش. اذا لزافوكا مظلومين سيد سليمان، سيد سليمان لا تعتبر بان هذا القانون هو قانون مجحف في حق المحامين باعتقادك، ما دام انتم من صادق على هذا القانون. الواش كنت نقول انا في حكومه بدوي، والتي انا من الناس اللي قاطعت زيارات خمس وزارات في ولايه النعمه، باعتبار باللي انا كنت طالبت برحيل حكومه بدوي ورفضت لها قانون الماليه ما صادقتش عليه، وقانون المحروقات ما صادقتش عليه، وفي داخل القبه قلت لهم انتم حكومه تصريف اعمال. سيد سليمان، لا تلزمون الرئيس اللي يجي شرعي. سيد سليمان، لا تلزموه بقوانين. واضح هذه النقطة. اليوم نعيش المأساة هذه. واضح هذه النقطة سيد سليمان. الرئيس سبون. سيد سليمان، معك قضية سيد سليمان. هو ما دارهاش. سيد سليمان. نعم. معك أحد المحامين الذي معه، هو معي الآن ضيف في هذه الحلقة، يريد التكلم معك سيد. نعم تفضل سيد. نعم. على كل حال زميلنا في الأفالة راه مناظر قديم معنا وكذا، نقول له أولا ربي يقول لك العزة لله ولرسوله والمسلمين. نقول له نحن أعزنا الله بحاجة واحدة هي العلم، وأعزنا الله بحاجة واحدة هي راحة البال، وأعزنا الله بحاجة واحدة هي الضمير. وحنا راه على بالك السي سعداوي من بين الاوائل، انا كل حاله راه على بالك قبل الحيره كنا نمشوا، حنا المحامين كنا ندافعوا على حق الناس من قبل. اذا البرلمان غير شرعي انت تعرف،
الحكومة غير شرعية، ولكن هو يقول بأنه ناقشتم هذا القانون مع لجنة المالية يعني، ثم قلتم بأنه غرر بكم في نهاية المطاف. هذا كيف ترد عليه على سيد سليمان؟ ما مشيناش في الطرح تاعهم، مشينا في الطرح تاعنا، ولكن كنتم قابلين له. لا ما قبلناش، جامي قبلنا حنايا، غرينا بنا. غرينا بنا. كيف غرينا بكم؟ علاه يا شيخ زكي لازم نشوفوا لي زونتي. هو قال لك امور اجتماعيه ولا سياسيه؟ حنا سياسيه، حنا مشينا مع الحراك، راهم ينتقموا من رئيس الجمهوريه نقولها اليوم، وينتقموا من الناس اللي مشاو مع الحراك، ينتقموا من الاتحاد تاع المحامين باسكو مشاو مع الحراك. طيب هما اللي يغيروا المسار ويجيبوا دراهم من عند كولينيف. كولينيف وسعيد بوتفليقه اللي داو دراهم ما يجيبوهوش من عندنا. 1000 مليار دولار وراه على بالك السي سعداوي. طيب سيد سليمان معنا في الأفلام. كيف ترد على هذا الكلام سيد سليمان؟ صح، رد لي نجاوب. نعم تفضل سيد سليمان، انت على المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاخ المحامي المحترم سيد لك حل. نعم انا ما رانيش متخالف انا وياك، انا قلت اذا ظلموكم راني معاكم، وانا قلت لك باللي انا من الناس قبل ولا تهضروا انتم، انا هو البرلماني، وانا اللي قلت البدوي باللي لازم ترحل ليك بالحكومه هذه، وما عندكش الحق تدير القوانين لا قانون الماليه ولا قانون المحروقات. اذا راكم تشوفوا في اجحاف، انا اطالب باللي ادراج هذه القضيه في القانون التكميلي اللي جيبه تبون. اذا ما عنديش خلاف معاكم، لانها انتم قلتوها في الحراك، وانا قلتها داخل القبه البرلمانيه باللي هذه حكومة تصريف أعمال لا يحق لها أنها ترهن واحد جاي منتخب شرعي. اليوم هذه الحكومة راح تبرر، وزارات سمعتهم يقول باللي احنا مقيدين بقانون المالية 2020. ويقولوا باللي احنا ما درناهش، كأنه محاولة للتنصل. واحنا رانا نقولوا باللي يا سيدي عرفتك والسيد الحاج وكليفك، نعاودوا إذا فيه ضعف، إذا في خروقات، إذا في خلل في قانون المالية، لازم يتداركه الرئيس في قانون المالية التكميلي، في قانون تكميلي في 2020 يجيبوها في هذه شهرين. طيب ابقى مع سيد سليمان، ابقى مع سيد سليمان. ماشي للمحامين. نعم. كاع اللي هما حسوا باللي مظلومين. نعم. بعقلية حكومة تصريف أعمال. كانت النظرة نتاعها قصيرة، لانها كانت تحس باللي مغضوب عليها، وهي جات في ازمه. ابقى مع الحراك باغيها. ولا المجتمع الاخر باغيها. نعم سيد سليمان. انما كانت لضروره السوريه. سيد سليمان ابقى معي. معك ايضا سيد محمد بن تيفور، وايضا ناشط حقوقي ومحامي يريد ان يسالك هنا. تفضل سيد محمد. لك بالنسبه سي سليمان سعداوي تحياتنا عليك. انا اقول لك الله يعطيك الخير. شكرا. انا اقول لك فقط نفتح ديفران، نقول لك ان المحامي لم يغرر به، المحامي قانوني بالدرجه الاولى، المحامي قدم ورقه من الاقتراحات اللي هي الانقطاع من المنبع على المحامين، وتم اقول تم بكل تحفظ اقول وتم مناقشتها على مستوى غرفة البرلمان، مناقشتها على مستوى من قبل بعض نواب البرلمان، مناقشتها من قبلكم أيضا، ولكن لم تؤخذ بعين الاعتبار. من هذا المقام أقول لك يا سيد الكريم أنه إحنا ما نش نطالبوا باش يكون قانون تكميلي للمالية وننتظروا شهور أخرى ومن تمتى، ولكن ليس هناك وسيلة أخرى لاستدراك هذه الأمر. ليس هناك وسيلة أخرى يعني غير قانون المالية التكميلي. بدون ما نرجع لك قضية التجميد، أنت تنادي للتجميد. أنا أنادي إلى تجميد هذا القانون المجحف. نعم قضية التجميد كيف تنظر إليها سيد سليمان سعداوي؟ قضية تجميد هذا القانون، لأنه يقول لك ليس من مطالبنا هو قانون مالية تكميلي. شوف كل التحليلات تصب في قضية ما يعرف بقانون تكميلي، سميه جمد هذا القانون، سميه رقعه، سميه دير فيه البريكولاج، الخلل يتعاود في حاجة يسموها القانون التكميلي. إذا حكومة السيد تبون والسيد تبون شخصيا غير راضي ببنود جاد اليوم راه هو رهينة عليه بها، ما عنده كيدير يتجاوزها، يدير قانون تكميلي ويسد الثغرات ولا العيوب التي في القانون. نعم والاعزاء ولا الكرماء اللي راهم معاكم،
أنا كلمة غرر بكم أنا اديتها من محامي سمعتها في بلاطو في قناة جزائرية يقول باللي غرر بنا، هدرنا معاهم ولكن هما خالفوا الشيء اللي قلناه ليهم. أنا ما اخترعتش الكلمات، وبالتالي راني مظلومين معاكم إذا انتم مظلومين، وأنا ما أعرف اللي انتم طبقة العلم والطب طبقة العلم، وعلى هذا الأساس كنت نقول عيب أمي في مجلس الأمة. طيب راني الله علم وضح. طيب شكرا شكرا. وإذا نعم أنا كل طبقة راني باغيها تكون محترمة خاصة سواء قرات ولا ما قرات. سيد سليمان سيد سليمان إلى جران بروفيسور في الطب كل واحد على ربي معيشته ويعيش في بلد مكرم معزز وخاصة كرامة. سيد سليمان هل أنت مع قانون مالية تكميلي في أقرب وقت ممكن؟ لأن البعض هنا يعتبر بأن هذا القانون جاء يعني من برلمان فيه الكثير من الكلام ومن حكومة تصريف أعمال وغيره. أنا طالبت بحله، بحل البرلمان. أنا روحي راني في وسطه وراني نقول حلونا حل البرلمان، لأننا نحمل كل التهم. ما نقريكم كاين عباد فينا نقيين، ولكن طغى عيبنا على صلاحنا وولينا مهما نديروا منعاتين أننا فاسدين وغير شرعيين، وبالتالي كاين غير دواء واحد هو حل البرلمان نهائيا ومن ثم تنظيم. ولكن هذا البرلمان قبل حله هناك قضايا مطروحة أيضا للمناقشة، قضية تعديل الدستور وقانون الانتخابات قبل ذلك. سيد سليمان الرئيس في خاطره كان واحد في المثال العربي يقول يخمنك وعيني فيه، معناه باللي هو باغي يحل البرلمانات والمجالس المنتخبة ولكن تسبق الدستور وقانون الانتخاب هو مجبر ان يمر على هذا على هذا البرلمان قرية الجمهورية بالحق قرية الجمهورية. هنا ربما قد نصبح في يعني مشكلة اخرى هي قانون يعني مصادقة على هذا القانون ومن ثم نبدا في الكلام بعد ذلك بان هذا القانون او هذا البرلمان فاقد للشرعية وغيره. سعودي لك سيدي، وانا قلت لك باللي ما كانش اللي باغي هذا البرلمان. ما نكذبوش على ارواحنا، اي واحد ما راهش باغي بما فيها انا برلماني راني نقول كرهنا من السب والشتم والتنعات بالمفسدين، واقر اليوم قدام رب العالمين باللي فينا نقي وفينا الفاسد. وبالتالي الحل اليوم ما دام راكم تقولوا دوله جديده وعصر جديد هو حل البرلمان، يجب حل البرلمان وكل المجالس المنتخبة. طيب سيد سليمان أعرف بأنك مشغول نوعا ما، يعني أستثمر هذا الوقت معك في قضية أيضا كيف نعم سيد سليمان آخر سؤال للأعزاء اللي راه معاك الإخوان. سيد سليمان آخر سؤال فقط لو سمحت. وقناة الحياة شوف كاين حاجة في خاطري باغي نقولها. باغي نقولها كاين حاجة، أعطينا غير دقيقة في حاجة حك باغي نقولها لك. تفضل سيد سليمان تفضل. أنا يراود فيا ويختلج في خاطري أنني باغي نقول كلمة وقلت كون ما نقولهاش بالك ربي يحاسبني عليها. تفضل سيد سليمان. هو أنه لمدير القناة نتاعكم باغي نشكره حاليا لأنني راني نشوف فيه باللي مواضيعه وتحليلاته تقف في الوسط. شكرا جزيلا لك سيدي. واللي يبغيه رب العالمين وان عنده الجرأة يقول هادو غلطوا وهادو غلطوا، الشيء اللي الأكثرية ما راهمش يقولوه. شكرا. ولكن انا نبغي ننصره. سيد سليمان رب العالمين سيد سليمان ما نصرش الحق لانني كنت نشوفه ما يزين لا لهؤلاء سيد سليمان لهؤلاء ويقول كلمة الحق. لا أدري إن كان يسمعون لنا. ما يحسب اللي خطرات يحاور ناس ما همش قابلين من هذاك الهضرة. سيد سليمان. أنا سيد سليمان. حاليا. سيد سليمان. يا ربي يعلم. سيد سليمان. سيد سليمان قضية أيضا المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع الكثير من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، بالأمس استقبل أيضا جلالي سفيان وحزب معارض كان النظام السابق، كيف تنظر إلى هذه النقطة باختصار لو سمحت سيد سليمان؟ أنا نشوفها وأمركم شورى بينكم،
هذه كي يكون فيها عنصر الدين وخوف ربي، ولكن كي تكون مجرد محضة 100% سياسية، خايف نرجعوا للبيت الشعري اللي يقول لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. السلام عليكم. شكرا جزيلا لك سيد سليمان على كل هذا التوضيح.